يعني حتكون محاضره خفيفه ولطيفه ومش هطول عليكم. يعني الاجنده بتاعه المحاضره، معلش على السبيلنج ميستيك بتاع الداز، داز رمضان فاستنج افكت ستروك فريكوانسي تايب سيفيريتي. كان رمضان فاستنج بروتكت اجينست ستروك اوكرنس among stroke patients who shouldn't fast. اخر حاجه tips for safe رمضان فاست. طيب اول سؤال، هو رمضان فاستنج بيأثر على السيفيريتي او التايب او الفريكوانسي بتاعه الاستروك ولا لا؟ الرد على السؤال ده مش هيبقى رد ايموشنال، يعني احنا مش بنرد اللي هو ايه لا ده اكيد مش بيأثر، يعني مش هنرد بشكل عاطفي. الرد هيبقى عن طريق الريسيرش. القصه دي تطرقت ليها كتير جدا في الابحاث، ابحاث عربيه وابحاث غير عربيه. ده بحث تركي اتعمل في مقاطعه سبارتا، اتعمل على في الفتره ما بين 191 ل 1991 قصدي 1995، وده كان بيقارن الستروك انستنس في الفاستنج في رمضان ونان رمضان، ولو ان مفيش افكت اون ستروك اوكرنس على يعني مفيش افكت او مفيش فرق بمعنى اصح ما بين رمضان وما بين النان رمضان. ده بحث اتعمل في قطر، اتعمل يعني ريتروسبكتيفلي كده على مدار 13 سنه، جابوا عيانين الاستروك اللي دخل في خلال 13 سنه من اول 1991 لحد 2003، وقارنوا الفاستنج الانسيدنس او الاوكيرنس اوف ستروك في رمضان وفي نان رمضان، ولقوا برضو انه ما كانش في فرق ما بين رمضان ونان رمضان. ده بحث اتعمل في السعوديه، اتعمل في الفتره ما بين 2016 ل 2019، كان برضو اتعمل ريتروسبكتيف، قارنوا ما بين عيانين او العيانين اللي حصلهم ستروك في رمضان والعيانين اللي حصلهم ستروك في نان رمضان، وبرضو لقوا انه مفيش فرق. بس هما الحقيقه قالوا انه العيانين اللي حصلهم الستروك في رمضان كانت السيفيريتي بتاعه الستروك اكتر، كان لان اتش سكور بتاعهم اكتر، وكان الاي سي يو ادميشن اعلى. ده بحث اتنشر في جورنال اوف امريكان هارت اسوشيشن، ده بحث اسرائيلي وطبعا الكونكلوجن معروف، يعني اتعمل ريتروسبكتيفلي برضو على حوالي اربع سنين من 2012 لحد 2016، اتعمل على حوالي 4727 عيان، وطبعا الكونكلوجن كان ان مسلمز ار ات انكريزد ريسك تو ديفلوب ستروك ديورينج رمضان مانث، ونون مسلم بوبيوليشن واز نوت ات انكريزد ريسك اوف for stroke during the Ramadan month. ده بحث، نعم. بعد كده البحث ده اتنشر في الاوروبيان جورنال اوف نيورولوجي، ده بحث مصر، اتعمل في جامعه المنصوره، اتعمل على الفرق ما بين برضو الستروك انسيدنس في رمضان ونان رمضان، اتعمل على حوالي 517 عيان، ولقوا انه مفيش فرق في الستروك فريكوانسي ولا التايب ولا السيفيريتي ما بين رمضان ونان رمضان. ده بحث اتعمل في السعوديه، اتعمل على الهيموداينامك فاريشنز اسوشيتد ويز رمضان فاستنج امونج سعودي ستروكس بيشنتس، ده اتعمل على حوالي 61 عيان، اتعمل في سنه 2019، ولقوا انه في يعني ده بقى طلع مش قصه انه ما فيش فرق ما بين رمضان ونان رمضان، لا لقوا انه في فرق، بالعكس ده الستروك انسيدنس بيقل في رمضان والسيفيريتي بتقل في رمضان، ولقوا كمان ان الهيموداينامك فاريشنز وخاصه الهايبرتنشن بيتحسن في رمضان. طيب ومن هنا بقى هيجي السؤال، هو رمضان بيحسن، ممكن يكون بيحسن الستروك او ممكن يكون بيقلل الريسك فور ستروك ولا لا؟ اتعمل ريفيو ارتكلز كتيره على الموضوع ده الحقيقه، كان منهم الريفيو ارتكل ده اللي بيتكلم على البوزيتيف افكت اوف انترميتنت فاستنج ان اسكيميك ستروك which is يعني سيميلر تو رمضان فاستنج. لقوا ان الانترميتنت فاستنج ده ليه بوزيتيف افكت على الستروك، بيقلل الستروك انسيدنس وبيحسن الستروك اوتكم جدا. المين باث فيسيولوجي في الستروك هو الاوكسيديتوكسيستي، الاوكسيديتيف ستريس، الانفلاميشن، الابوبتوزيس. لو ان الانترميتنت فاستنج بيزود النيوروتروفيك فاكتورز، بيقلل الستريس ريسبونس بروتينز، بيزود الريجيلاتري بروتينز، بيزود الانتي اوكسيدنت انزيمز، بيزود الانكابلنج انزيم،
برضو بيأثر على نيوروجينيسيس والانجيوجينيسيس، بيزود النيورو بروتكتيف بروتينز، وده بالتالي بيقلل الريسك فور ستروك، وحتى لو حصل ستروك هو بيحسن الاوتكم بتاعه. ده ريفيو تاني اتعمل على الكالوريك ريستريكشن في الستروك which is similar to رمضان فاستنج. لقوا انه زي ما اتفقنا انه المين باث فيسيولوجي في الستروك هو الانفلاميشن، اوكسيديتيف ستريس، الاكسيتوتوكسيستي، الكالسيوم اوفرلود اللي هو في الاخر بيعمل نيورونال دامج. لقوا ان الكالوريك ريستريكشن بيحسن الـ او بيزود النيورو تروفيك فاكتورز، بيزود النيتا تشوك بروتين، بيزود البي دي ان اف اللي هو وان اوف ذا مين جروث فاكتورز اللي بيبقى مسؤول عن النيورو بروتكشن والنيورو بلاستيستي. الحاجات دي كلها بالتالي بتقلل النيورونال دامج بعد الستروك، وفي نفس الوقت هي بتقلل الريسك اوف ستروك. الريفيو ارتكلز ده برده الريفيو ارتكل ده برده اتكلم على الكالوريك ريستريكشن، وقال انه ازاي الكالوريك ريستريكشن هيستفيد منه قوي العيان اليانج اكتر من العيان الاولد. ليه؟ انه النيوروتروفيك فاكتورز بتزيد زي البي دي ان اف والفايبروبلاست جروث فاكتور، البروتين تشابيرونز بتزيد، الانتي اوكسيدنت انزيمز بتزيد، الانتي انفلاماتوري سايتوكاينز بتزيد، الانفلاماتوري سايتوكاينز بتقل. فبالتالي ده كله هيبقى ليه امباكت على انه يقلل الانسيدنس اوف ستروك، وفي نفس الوقت يحسن الاوتكم من الستروك اللي هو زي ما اتفقنا نفس الباث فيسيولوجي بتاع الستروك. بس الايفكت ده بيستفيد منه العيان او اليانجر ايج عن الاولدر ايج. طيب في حاجه تانية بقى اتعملت بحث لطيف قوي اتعمل على الانيمالز، بيتكلم على حاجه اسمها بري كونديشننج. يعني ايه؟ ان انا عرض بيعتبر انه الصيام ده حاجه بتعمل مينيمال هارم للبرين، يعني نون سيجنيفيكانت هارم، بيعمل زي حاجه زي بري كونديشننج، ان انا بعود البرين على يعني اسكيميا بسيطه جدا، فبالتالي ده بيحسن لي الجروث فاكتورز، بيحسن لي الانتي انفلاماتوري سايتوكاينز. هو الاستدي دي اتعملت على الفران على موديل بتاع ميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن، عرضوهم لفاستنج نون ووتر فاستنج، ولقوا ان العينين دول بعد ما عمل لهم ميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن كان الاوتكم بتاعهم احسن، والسيفيريتي بتاعه الستروك اقل من العينين اللي ما اتعمل لهمش فاستنج بري الميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن. الريفيو ده اتكلم عن الفاستنج از ا ثيرابي ان نيورولوجيكال ديزيز. الفاستنج بيزود الكيتون بودز، بيزود البي دي ان اف، بيزود البيروكسيزوم بروليفريتور اكتيفيتور كو انزايم، بيقلل الجلوكوز، بيقلل الانسولين، بيقلل الانتي انفلاماتوري سايتوكاينز زي الليبتين والانتر بيقلل الانفلاماتوري سايتوكاينز زي الليبتين والانترلوكين 6 والتيومر نيكروتيك فاكتور الفا. والحاجات دي في الاخر ليها امباكت انها بتحسن البايو انرجيتكس بتاعه النيرون، بتحسن الريزيلنس بتاعه النيرونز، وبتحسن النيوروبلاستيستي والنيوروجينيسيس. طيب هنيجي بقى للكلام البراكتيكال. يعني كل اللي فات كان ريسيرش وورك بتتكلم على ازاي الستروك انسيدنس بتقل او بتزيد في الصيام، بعد كده اتكلمنا على ازاي الفاستنج ممكن يكون بنفيشال لعيان الستروك. هنتكلم بقى انا لو جالي عيان ستروك هيصوم ولا مش هيصوم. المفروض ان اي عيان ستروك في اول 6 شهور ما ينفعش يصوم، تمام؟ العيان اللي عنده كوموربيديتيز سواء كانت هيباتيك او رينال او كان العيان ده دايابيتيك، ده مش هينفع برضو يصوم لو الاذر كوموربيديتي دي تطلبت ان العيان يفطر. بمعنى يعني انا ما ينفعش يجي لي عيان الستروك فاقول له انت ستروك حصل من امتى، يقول لي مثلا من سنه، لا خلاص كده انت تمام انت كده تصوم. لا، لازم لو في اذر كوموربيديتيز هو هيكونسلت الفيزيشن على حسب الكوموربيديتي دي ايه، ونتاكد ان الاذر كوموربيديتيز ما فيهاش مشكله. طيب عيان الستروك اللي هو خلاص عدى 6 شهور وما عندوش اذر كوموربيديتيز تتطلب ان هو يصوم، ايه التيبس فور سيف فاستنج؟ اول حاجه لازم اقول له ان انت تحافظ على مستوى السوائل في الجسم، تشرب من 2 ل 3 لتر يوميا خلال ساعات الافطار، ما تتعرضش لدرجه حراره عاليه، تحاول دايما تبقى موجود في مكان التهويه بتاعته كويسه، ما تبذلش مجهود بدني كبير قوي خلال فتره الصيام عشان جسمك ما يفقدش سوائل في العرق، تفطر فورا اول ما تحس باي تعب خلال فتره الصيام، طبعا هتنتظم في اخذ ادويه السيوله، هتنتظم في اخذ ادويه الضغط والسكر،
هتتجنب اكل الاطعمه اللي فيها ملح كتير عشان الضغط ما يعلاش، هنتجنب الاطعمه الدهنيه عشان الكوليسترول ما يعلاش، الاقلاع عن التدخين، واخر حاجه البعد عن المفعلات لانها هتسبب ارتفاع في ضغط الدم. انا تقريبا خلصت بس هتكلم على نقطه. هو المفروض ان احنا عشان نقول يعني عشان يبقى صوتنا مسموع وعشان يبقى كلامنا ليه امباكت، احنا نصوم او عينين الستروك او عينين النيورولوجي او اي عيانين يصوموا او ما يصوموش، ده الكلام ده بيبقى بيزد على ريسيرش وورك. وزي ما احنا شفنا يعني الناس بتجتهد في ريسيرش وورك، كل ما انت بتبقى اونست كل ما الداتا بتاعتك بتبقى قويه، كل ما بتقدر يبقى كلامك مسموع وليه امباكت. يعني هي الجزء اللي جاي ده يبان ان هو بيرسونال، بس هو الحقيقه مش بيرسونال. عايزه اوصل منه مسج ان الريسيرش مهم جدا جدا. الريسيرش ده هو اللي حالي كلامنا ليه قيمه وليه وزن وليه امباكت. احنا يعني انا وزمايلي كنا عملنا بحث عن الام اس اند رمضان. البحث ده اتنشر في مجله نيوتريشنال نيوروساينس، المجله دي وقت ما نشرت فيها كان البحث كانت المجله دي امباكت فاكتور 5. البحث كان الكونكلوجن بتاعه ان عيانين المايلد والمودريت ام اس ممكن يصوموا، لكن العيانين السيفير اللي عندهم ديسابيليتي عاليه ولونجر ديزيز ديوريشن مش هينفع يصوموا. ده بحث برضو عملته انا وزمايلي عن الابيليبسي اند رمضان. على قد ما دكاتره النيورولوجي بيبقوا بانك جدا من الابيليبسي، ولا والعيان ما ينفعش يصوم والعيان لو صام هيحصل مشكله وعشان الدراجز وكده، بالعكس ما كانش يعني او كانت البريك ثرو سيجرز في الابيليبسي في العيانين اللي احنا اخدناهم كانوا حوالي 25% بس من العيانين اللي حصلهم بريك ثرو سيجرز، لكن 75% ما حصلهمش بريك ثرو سيجرز خالص. وكان البريدكتور لده هو العيان اصلا اللي ما كانش كنترولد، يعني العيان اللي ما كانش كنترولد قبل الصيام هو اساسا بالتبعيه ما بقاش كنترولد في الصيام. تمام. في بحث تاني عملناه برضو انا وزمايلي، البحث ده اتنشر في مجله نيوتريشن نيوروساينس برضو. البحث اللي فات اتنشر في مجله سيجر كانت امباكت فاكتور 3.5، دي برضو وقت ما نشرنا فيها كانت امباكت فاكتور 5. البحث ده كان بيتكلم على الايفكت اوف رمضان فاستنج على الديفرنت سيجر تايبس، ولقينا طبعا كانت مفاجاه انه عيانين الفوكال ابيليبسي، عيانين المايكلونيك ابيليبسي، عيانين الابسنت ابيليبسي بيتحسنوا جدا اثناء الفاستنج. البحث ده لسه نازل اونلاين امبارح، ده برده يعني نشرته انا وزمايلي، وكان معايا في اسراء معاكم من دفعتكم، مش عارفه اسمها اسراء عشان انا مسميها اسراء ريسيرش عندي على الموبايل. البحث ده اتنشر في مجله كيوان تومسون امباكت فاكتور 5 و3، عملناه برضو انا وزمايلي عن الهيدك في رمضان، الكافيين ويزدرول هيدك وايه البريدكتورز ليه. وكان الكونكلوجن في الاخر انه بيحصل كافيين ويزدرول هيدك لو انا باخد كميه كافيين كتيره، او لو انا اصلا على السكيل بتاع الابيوز انا ابيوزر الكافيين. ده اخر بحث عملناه يخص رمضان. احنا تقريبا بنعمل كل سنه بحث فيما يتعلق رمضان عن الايفكت بتاع الفاستنج على نيوروسايكاتريك مانيفستيشنز في عينين فايبرومالجيا، وسربرايزنجلي لقينا انه البين والانكزايتي والدبريشن بيتحسنوا جدا في رمضان. الحقيقه اللي كان بيسوء هو بس الفتيج والسليب بس، لكن بقيه النيوروسايكاتريك البين والانكزايتي والدبريشن اتحسنوا جدا. البحث ده لسه ما اتنشرش، هو جالنا عليه ريفيجن، ده سكرين شوت من الايميل اللي جالي، ان شاء الله يعني ربنا يسهل ويتنشر. دي مجله امباكت فاكتور 2.9. ثانك يو. لا هو انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي لو هو ستروك وعدى 6 شهور هديله التبس الانستراكشنز العاديه، لو تشرب سوائل كتير وتقعد في مكان تهويه كويس، ما تعرضش درجه حراره عاليه وما تبذلش مجهود وكده، لو عدى 6 شهور. بس انا مش هيبقى عندي تلسكوبيك فيجن على الحته بتاعتي، يعني انا هقول له انا بالنسبه للستروك انا ما عنديش مشكله، لكن بالنسبه بقى دكتور الكارديولوجي هيقول لك فيما يخص حاله الكارديو، دكتور البطن هيقول لك. نعم كنترول لاين اب كنترول دايت كنترول، انما هي هيموبليجيا. لا هيموبليجيا ما دام عدينا 6 شهور خلاص، ما دام احنا بنفطر في اول 6 شهور بس، يعني ده ما بقاش ما عرضش عيان تاني ستروك تاني. لا هو احنا المفروض 6 شهور، بعد 6 شهور خلاص لو العيان ما عندوش اي